خويا عافاك، واش بصح البراندين هو احسن حاجه دابا؟ من احسن دير براند ديال اسمعي اختي شيم، البراند اللي خدام شي الايكوم لوكال، البراند ما كنتيش تبراندي راه غير تترقع، راه والله الا تنهضر معكم بصراحه، اللي ما تيبرانديش في ايكوم لوكال راه غير تيرقع وتتشد داك الشيء تلقى قشا وش 10 تبيع فيهم. ها شي جوج سيمانات هادي بلا ما نذكروا الشركه، استقبلت واحد السيد مؤسس ديال واحد شركه ليفريزون معروفه في المغرب، معروفه، قال لي ها شوف على عظمتي لساني هكا، قال لي اخويا امين خدامين مع اصحاب لي براند وما هادشي ديال الايكوم لوكال ديال ضربوه هرب، قال لي راه ما تنعولوش عليهم في البيزنس ديالنا يعني. قال لي هاز شركتنا اصحاب البراند، وفعلا هما اللي غيهزوا لي الشركه لان البراندين اللي كيبيعوا البراندين اللي مبراندي، اما هادوك ديال الايكوم تتلقى تضرب 3 شهور 4 شهور نعطيه عام عامين صافي تي. فلهاد هادشي كنا قلناه في 2000، فاش قلنا في 2019 اش كنت نقول لكم الاخوان، كنقول لكم بداو ايكوم ولكن فكروا في البراند، قلنا تنقولوها يا قلتها لكم، قلت لكم راه عرف السوق سير استفد من السوق خذ تجربه في السوق، لانه ما منحقكش دير شي اخطاء ديال المبتدئين انت تكون عندك براند، يعني ما منحقكش يعني بدا عارف كيفاش تتعامل مع الكليان، عارف البروسيس وديك الساعه الليفريزون ماشي بحال دابا، دابا راه كثروا الشركات وسهلوا عليكم بزاف الحوايج، تعرف الليفريزون عارف الكونفيرماسيون كي دايره، عارف المشاكل ديال الدومين مزيان، دير علاقات في التجاره دير لانه هما راس مالك، فهم الدومين ودير براند ديالك، حيت انت ملي تدير براند ما محققش تغلط، بحال امير الرغيب دابا اللي هضرتي عليه براند، الا جيتي تقول براند كلشي تعرف امير الرغيب، وامير الرغيب مثلا البيرو ديالو ولا غير وحده هضرات مع شي كليان ما مزيانش غير تسمى امير الرغيب اللي ما مزيانش، ماشي السيده اقول لك جيت عند الشركه رغيب، رغيب ما مزيانش، فهمتي؟ فلهذا كاين شي اخطاء ما خصناش نديروهم، لا في طريقه التواصل، لا في طريقه الكوميرسيال، لا في طريقه دعم العملاء، لا خصك ما ديرش هاد الاخطاء. داكشي علاش الاخوان اللي بغى يبدا ايكوم لوكال انا تنقولها لكم، انا قلتها في 2019 واني تنعاود نقولها لان باقا الفرصه دابا، ما شوف ما كاينش سي تخوطا، اللي داير ايكوم لوكال دابا وكيتفرج فيا ولا اللي كيفكر يدير ايكوم لوكال في المغرب، راه الا ما فكرتيش ما كانش عندك واحد لا فيزيون ديال غنبدا نفهم البروسيس نستافد ناخذ واحد التجربه واحد 6 شهور ولا عام وندير براند، ولا شوف شي متخصص اكومباني الا كاينه الفلوس، راه غير تترقع اخويا، حيت راه ما غاديش ما اليوم تتبيع في التقاشر غدا تتبيع في هذه بعد غدا تتبيع في هذه، وتجيب داكشي ماشي لا علاقه، وراك شتي الايكوم لوكال في المغرب السمعه ديالو الناس راه صافي راه عاقوا، راه ولاو المؤثرين دابا حتى هما تينوضوا، واش انت كتشوف في الفيديو حاجه كتوصلك حاجه لا علاقه، فهمتيني؟ فالناس بداو تيعيقوا، الناس ولاو باغيين دي سوخت، هذه هي الفرصه الناس اللي دابا بحال نتوما اللي بادين الايكوم لوكال، هذه هي الفرصه ديالكم انكم ديروا سمعه في السوق، لان الناس ملي غيتيق في السيت ديالك راك كسبتي كليان، في خضم الوساخه اللي موجوده في الكاشون ديليفري، فهمتي؟ حيت كلشي داخل الكاشون ديليفري ما داخلش بواحد لا فيزيون، كاع ما عندو لا فيزيون هو تيبان لي غير شوف البرودوي ديال لي فيسبوك اد بيع للكليان ذاتس ات، هذه هي لا فيزيون اللي عنده، راه هادشي ما خدامش، تنقولها لك حاول انك تكون عندك واحد لا فيزيون من هنا للقدام، وخاصك تعرف السوق فيه تحديات وكل عام كيخرجوا تحديات جداد، وخاصك تكون عارف كيفاش دير مواكبه للسوق، فلهذا اخي القضيه ديال شوف فيديو ولا جوج ولا دوره حكا سير شري السلعه حكا سير ديال لها فيسبوك راه ما خدمهاش هذيك بالرجوله، راه ما خدمهاش خويا امين، خويا امين خدام ايكوم ولكن ما تنخرجش البروفيتابل واخا الثمن باش كنبيع مدخل فيه كلشي. شي نصائح خويا غادي نعطيك نصائح ولكن عامه، لانه انا ما عرفتش البرودوي، ما عرفتش بشحال كتشريه، ما عرفتش بشحال كتبيعو، لان اللي كنولي كنبيع برودوي وما تندخلش البروفيت، اما البرودوي اللي شاريه بثمن طالع وبالتالي ملي كنزيد عليه الاد كنزيد عليه الليفريزون ما يبقى لي والو، وانت راه يمكنش شاري برودوي هو كيدير في السوق مثلا 40 درهم انت كتشريه 100 درهم ولا 190 درهم ما يمكنش، فهمتيني؟ يقدر يكون البرودوي اللي غالي، يقدر يكون الاد الطريقه باش كتخدمو هو اللي كيطلع عليك تيطلع عليك غالي، هادو غالبا غيكون البرودوي هي الاد هي بجوج دابيهم. يا مين عافاك شنو نصيحتك اللي بغات تبدا مشروع كوزميتيك طبيعيين من الدار، شنو الخطوات اللي تتبع؟ الله يجازيك واختي، اول حاجه كاين جوج الحوايج، الا كنتي انت اللي غادي تصاوب البرودوي خصك لي سيرتيفيك، خصك لوتوريزاسيون من لونسا، هذا واحد.
بطبيعة الحال الا كنتي انتيا بغيتي تعاملي مع شي تعاونية خص التعاونية تكون تكون التعاونية مسيختي فيها من لونصا. ايوا هادشي اللي كاين وصافي هادشي اللي كاين. سينو البيع في الانترنت وهذا راه كاسون ديليفري راه خصك تمشي تقراي عليه لانه واحد البروسيس خصك تقراي. دابا اختي احسن حاجة اختي الروزز في الكوزميتيك هو البراند خصك تبراندي وفوالا هذا هو احسن حاجة حيت الناس ما تيتي دابا انا بيني وبينك اختي دابا انت يا كبنت هما تيشوفونا البنات تهضروا على الكوزميتيك. دابا انا شريت هذا البرودوي انا من مجهول بغيت نشدو نديرو لوجهي فهمتي يعني البنات تيخافوا على وجههم ترى وجههم اللي عطاهم الله فهمتي راه ما يمكنش تطلع في وجهي فهي خاصها تطيق في هذيك السيده اللي غتشري من عندها داك البرودكت. داكشي علاش دوك الانفلونسورات ولاو تلاحوا الدومين ديال هادشي حيت تطيق فهمتي تطيق في الانفلونسور فهي دابا ملي غتشري هذاك البرودوي فهمتي غتطيق ديرو في وجهها. انا غادير ليا غير اشهر لهذا البرودوي ما بزاف الناس ما يطيقوش لانه الامور شويه حساسه. سيت لي العطور والتجميل واش خدامه هنا في المغرب؟ العطور والتجميل العطور اخويا خدامه في المغرب خدامه اخويا محمد الدومين خدام. تنعرف انا الناس اللي ملونسين بيزنس ديال هادشي في الانترنت وخدامين في المغرب. بغيت نبدا الاي كوميرس واش مازال واكله في المغرب ولكن محسن خويا اختي سلمى واكله في المغرب. الاي كوميرس اختي كيفاش غادي تخدمي؟ كنتي اختي غادي تخدمي ليا دوك السلعه اللي كتباع في القصاريات ديال جوج دراهم داك قشاوش عاشوره راه ما غاديش تزيدي بها داكشي فهمتيني غادي تبقاي قشاوش عاشوره وواحد النهار تموت هاد النيش ومن هاد النيش. كنتي اختي بغيتي تخدمي داكشي بالعقل وتخدمي على ما غنقولوش براند لان ما يمكنش تبداي من الاول براند ولكن غتخدمي داكشي بالعقل التجاره على اسسها راه غادي تخدمي وتخدمي مزيان. حيت هنا في المغرب كاينين الناس اللي داروا بداو الكاش اون ديليفري في المغرب ونجحوا في المغرب داروا اللهم بارك فيلات داروا طوموبيلات داروا كاش اون ديليفري في المغرب ولكن بداو تجاره صحيحه كتمشي اختي تشري قشاوش عاشوره والناس كيشوفوا داكشي في فيديو وكيصلاهم هضره اخرى ما داكشي راه ما عمرك غتزيدي به لقدام. الوغ اخويا بغيت نعرف شحال ديال الفلوس انحتاج ولا راس المال في اللي انحتاج بالضبط باش نبدا التجاره الالكترونيه بوتيره مزيانه وعاديه وشاد في راسي علما اني عندي الامكانيات الماديه والوفيف والحواسيب شحال المشروع مزيان. خويا كاتا ذا جوت التجارة الإلكترونية رأس المال ديالها كيختلف على حسب كيفاش أنت غتخدم التجارة الإلكترونية. مثلا الناس اللي غيخدموا براند راه غتهضر البراند فاش لأن مثلا اللي غيدير براند في الجلد ماشي هو اللي غيدير براند في الكوزميتيك ماشي هو اللي غيدير براند مثلا في دي برودوي اللي غيمبورتيهم من على برا. يعني هاد رأس المال أخويا يتكيف مع كيفاش أنت غتخدم التجارة الإلكترونية. مثلا التجارة الإلكترونية أخويا راه تقدر تبداها بان بيجي ديال 1000 درهم كما تقدر تبداها بان بيجي ديال 20 مليون يعني ما عندهاش واحد القيمه ديال شحال انا غادي انفيستي في التجاره الالكترونيه كتبقى على مجموعه من الميكانيزمات. يعني انا مثلا نعطيك مثال الا كنتي غير في كازا وساكن في كازا والقصاريات حداك راه غير 3000 درهم راه كافيه باش انك تبدا. ما حدك تتبعد على كازا فين كاينه السلعه هنا تيولي مشكل لانه ما غاديش تلقى يعني غادي خصك راس مال كبير باش انك تشري السلعه وانك تبيعها الى غير ذلك. وكما قلت لك فراس المال راه تيختلف على حساب الموديل البيزنس موديل اللي غادي تخدم به التجاره الالكترونيه. كنصحك وهاد الهضره راه قلتها الاخوان قلتها في 2019 وقلتها في 2018 وهانتوما وقفتوا عليها واللي ما وقفش عليها وراه انتوما شاهدين. كنا كنقولوا ان التجاره الالكترونيه اللي كيخدمها بالقصاريات وكيبقى يشري من القصاره ويبيع داكشي راه غيموت داكشي راه ما خدامش. شوفوا لي زيكزومبل الناجحين دابا في التجاره الالكترونيه هما الناس اللي برانداو هما الناس اللي مشاو في واحد البروسيس معين يعني مشى بيلدا واحد السميه بيلدا واحد واحد البراند هادو هما اللي مشاو مزيان. اما اللي باقي كاين اللي كيشري من القصاريه ويشري دوك قشاوش عاشوره وينصب على عباد الله لانه للاسف هذا راه تعتبر نصب لانه انت ملي كتشوف انت ملي كتشري لاختيك ب 40 درهم وكتلقاها قشاوش عاشوره وكتعاود فيها البيع ب 245 درهم راك نصبتي على عباد الله وراه فلوسك ما حلالش باش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه لانه ديك لاختيك باش بعتيها عرفتيها ما غاديش تادي
ديك الوظيفة ديالها ونصبتي على عباد الله. للأسف الشديد ليكزامبل دابا اللي كنشوفوا بزاف الناس كيقدروا أنهم يهضروا معاك في أموال اللي هي طائلة. تقدر دابا واحد السيد يقول لك أنا كندير جوج المليون دولار، نقول ليه بصح راه ما نقوليهش لا، عرفتي علاش؟ لأنه كيبيع دي برودوي اللي تيكذب فيهم على عباد الله. شوفوا دابا لي أدسيت اللي كيديروا الناس، كيبقاو تيجيبوا شي مؤثر ولا كيخدموا بالذكاء الاصطناعي وتيجي تيحلف تيقول لك هذا البرودوي هذا اللي درتيه في عينيك تولي تشوف مزيان، إلا درتيه في ودنيك تولي كتسمع مزيان، وكنصبوا على الناس والناس كيشريوا هذوك البرودويات وهذوك البرودويات بلا علاقة وما كيديروا بل المشكلة أنهم كيسبوا في كوارث صحية وتنصبوا على عباد الله، وفي الآخر تيجي تيقول لك جوج المليون دولار خذ منها واحد 10% هي ديالو، غير على هذوك اللي كينصبوا على عباد الله كيبيعوا السلعة وكاع ما تصيفطوهاش للناس. وملي جي هضر راه يقول لك ملي تجي تشوفوا كيفاش تيخدم، وفي هذا المثال اللي عطيتكم بزاف الناس كيديروا هادشي، فلوسه ماشي حلال. للاسف الشديد التجاره الالكترونيه في المغرب باش تلقى ناس اللي خدامين بالحلال وخدامين بالطريقه اللي ما فيها لا نصب راه قليل بزاف، راه قليل بزاف. وعمرك ما تخلي المعيار اخي بالنسبه ليا انا اللي في عينيا النجاح راه ماشي بشحال كدير. النجاح بالنسبه ليا هو داكشي اللي كترقم اللي كتحقو انه يكون حلالا طيبا، ماشي انت اخويا كاع تنصب على عباد الله وتجي انا تبدا تبومبا عليا. راه الا كان هكا اخويا عطى الله ما يدار في النصب والاحتيال وسير بيع كاع انت الكوكايين اخويا، علاش كاع انت كاع تدير شي حاجه سميتها التجاره؟ واللي يغيظني انه كاينين الناس كيمشيو لشي دومين حلال وتيردو حرام، تيبداو ياكلوا في الحرام. هذه ما تنفهمهاش انا. الدومين تعلمتي حاجه في الحلال ايوا خدم فيها حلال، علاش تخدمها حرام؟ بحال مثلا اللي واحد خدام في واحد الوظيفه حلال ولا كيدير واحد التجاره حلال واش يمشي يقلبها في الحرام وخصو يدخل الحرام؟ ايوا هذاك الحرام لا ما خرج فيك غيخرج في وليدك، كون على يقين. ومن الاحسن لك تخدم في الحرام ما تزوجش، انا نقول لك علاه، غتولد ولادك كبتك راه تتولي كبتك الا كنتي اب، حيت راه كاينين شي وحدين والله الا عندهم الاولاد يا ما عندهم الكبده عليهم، الا كنتي اب راه هذيك الكبده راه تقول تجي فيا وما تجيش في ولادي. وان الله يمهل ولا يهمل، عقل عليها. خويا امين انا ما كنفهم والو في التجاره الالكترونيه باش تنصحني. خويا تنصحك اخويا تمشي تعلم التجاره. عاد سير تعلم الالكترونيه. العيب انه الناس كيمشيو يتعلموا الالكترونيه وما فاهمينش التجاره. بحال اليوم استقبلت واحد السيد اللي كيخدم في التجاره قديم واللهم بارك عنده تجربه. السيد اللهم بارك هذا دابا بقى قصه هضر معاه عنده واحد 40 عنده 70 عنده 30% غادي يبدا يذبح عباد الله في السوق. علاش غيذبح هذا السيد الناس في السوق؟ نقولوا علاش. اولا هذا السيد غيقدر يجيب لي برودوي اللي ما غاديش تحضرهم انت، حيت عنده الكونيكشنز وقديم في السوق. هذا السيد غادي يقدروا الناس يطلقوه حتى في 20 مليون 30 مليون في السلعه. انت خويا عندك بيجي اللي هو ليميتي وخاصك تخسر منه الفيسبوكات وما كاينش اللي غيطلق في السلعه. هذا السيد هذا خويا غيبيع باقل ثمن كاين في السوق. انت خويا غادي تشد انت هذاك الثمن باش غيبيع لك هذاك الجمال، ماشي هو الثمن باش غياخذ السلعه. يعني انت غتبيع لاختك ب 250 درهم زائد مصاريف الشحن، هو غيبيعها غير ب 140 ولا 130 وغيذبحك انت في السوق. وغادي تولي انت كتساعدو في الارض، لانهم اللي غيشوف بنادم هذاك الارض ديالك واللي ما شراش غيطلع نفس الارض ديالو غادي يشري من عنده هو الناس. فهادشي علاش ملي كتعلم التجاره كتقدر انك الكترونيا تزمت الوقت. داكشي علاش تنقول للناس اللي تيديروا التجاره وحنا تهضرنا قبيله على الذكاء الاصطناعي، ولكن ما مشيتيش مع الوقت راه الوقت اللي غادي ترجع عليه. راه كذلك الناس ديال التجاره راه خصهم انهم يسيروا الوقت. داكشي ديال تبيع في الحانوت مزيان هذاك هو الاصل، ولكن راه خصك تزيد هذا الالكتروني لانه خدام. لاحظوا معايا دابا مثلا غير موالين التليفونات، هاو موالين التليفونات موالين اللي كيبيعوا هذا الشيء الالكتروني، كيديروا واحد الحاجه اللي كتسمى تيبيعوا اون لايف. كتبيعوا في اللايف، وهذا اللايف راه حتى هو من الطريقه من طرق التسويق الالكتروني، تيبيع باللايف. وشوف شحال الناس كيلايكيو لهم لي فيديو هذا، شحال الناس كيمشيو للمحلات ديالهم. يعني يا اخي انت اللي كتفرج فيا وكتسنى واحد 20 ولا واحد 100 واحد كدوز قدام هذاك المحل ديالك هي اللي كتسنى باش تقدم من عندك، راه ما خدماش راه ما خدماش. انا نعطيك كاع انت شاد محل في وسط المدينه، شحال المدينه مثلا نقولوا مراكش ولا كازا ولا شحال كدوز تما 3000 واحد، شحال من واحد تيدخل شحال من واحد تيش. هذاك راه تيدير غير لايف ولا هذا راه كتدخلوا 2000 واحد ولا 3000 واحد. هاكا خصك اخي تولي تفكر في الحياه. باش نقدر ندخل السلعه من الشينوا خصك صعيب. هذا السؤال اخويا تيخصك شوف باش ما تصيدش. غنقول لك ترانزيتير ونقول لك فهمتيني، نعطيك الاجابه وغتمشي متحمس وستصطدم بالواقع. خويا لامبورتاسيون تيخصك اخويا يكون تتعرف شي واحد لي امبورتاتور يوريك القوالب لامبورتاسيون. لامبورتاسيون الشينوا فيها القوالب فهمتيني.
اما الامور راه ماشي سهله كما تظن حيت كاينين دابا فهمتيني ولو ترونزا ولا ترونزيتير كاينين عدد منهم كاين لي ترونزيتير الحريفيه وكاينين ها اللي داخلين ترونزيتير ما حريفي مسطح نص تجيب انت البرودوي تتقول لي راه انا بغيت نجيب هادي وهادي راه خاصها اوتوريزاسيون خاصها لي سيرتيفيكا ديالها ما تيقول لك والو حتى تجي السلعه تكب عندك هنايا وتتولي تتخلص ستوكاج على كل ساعه وعلى كل نهار واقفه لك السلعه وعاد انت سير قلب على لي دوكيمون باش تجيب وعاد سير دفع للديوان عاد ديواني عاد المهم انا عطيتك ها شي حاجه لا علاقه يعني شي حاجه بسيطه في المشاكل سو اخويا ما الافضل ما الافضل اخويا خصك تشوف شي واحد اللي كيدير لامبورطاسيون ويبارطاجي معاك لو سافوار فير ايوا شي بارطاجي معاك ولا ما يبارطاجي معاك هذه مساله اخرى خويا امبورطاسيون علي بابا في الديوانه خويا باش تشري السلعه من علي بابا وتصيفطها بعدا اولا بعدا شوف انت كواحد ممكن مره واحده دير يعني في حياتك ممكن دير لامبورطاسيون يعني مره واحده تدخل داكشي بسميتك من بعد خصك دير شركه ديال لامبورطاسيون هذه وحده ثانيا قبل ما دير لامبورطاسيون ديال واحد البرودوي شوف بعدا واش غادي تحتاج فيه دي سيرتيفيكا سيرتيفيكيت اوف كومبلاينس يعني التوافق ان هذاك البرودوي تيتوافق يعني تيتوافق عليه هنا في المغرب بعض المرات تحتاج شونتيون اللي خصك تصيفطو هنا للمغرب هو الاول ويصيفطو لك هما بعدا دي سيرتيفيكا باش كيشوفوا هنا حيت حل في المغرب راه ماشي حل للحدود اي حاجه تدخل باش يشوفوا هذاك البرودوي مثلا واش الا كان تيتكال واش ما تيضرش الصحه كان شي برودوي فيه الالكترونيك واش هو تيتوافق مع المعايير اللي معمول بها هنا في البلاد يعني خصو يمشي يشوف لاين اختي يعني خصك تكون عندك باش تكون عندك لوتوريزاسيون ديال لامبورطاسيون ديال هذاك البرودو مزيان ثالث حاجه اخويا بالنسبه لهاد القضيه اللي دويتي عليها ديال علي بابا انا اخويا ما ننصحكش بعلي بابا ماشي ما ننصحكش دابا انت اخويا بغيتي تثق في واحد السيد اللي ما كتعرفوش وصيفط لك سلعه انا اخويا ما غاديش نقول لك امبورتي ولا ما طامبورتيش من علي بابا ولكن نعاود لك قصه ديال واحد السيد تنعرفوه مشات ليه اخويا واحد 70 مليون ولا 50 ما بقيتش عاقل المبلغ المهم هو مشى ليه مبلغ كبير حتى هو مشى يدير هاد لامبورطاسيون من علي بابا صيفط الفلوس ما وصلاتوش السلعه ها بالفقسه سير نوض انت سير تشوف هذيك اللوكاليزاسيون ديك لادريس اللي ديال 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 داك البائع لقى تما هي تيرا ما لقى حتى حد انا المهم انا عاودت لك قصه هذه حقيقيه بغيتي دير لامبورطاسيون من علي بابا انا شرحت لك لامبورطاسيون خويا راه سي با زون دومين اللي ساهل انا نقولها لك